نبي نشوف فيديوهات لعلي الراشد قديمة. عادة أيام العم جاسم الخرافي الله يذكره بالخير، إذا كان واحد غلط بكلمة أو كلمة سيئة تشطب وما تعرض بالتلفزيون. مفيصل علي الراشد، هذا تصريحك على الهواء في إحدى الندوات، قلت العم جاسم الخرافي. أنت في تصريحك أمس طعنت في العم جاسم الخرافي وطعنت أيضا في نفسك حتى على قضية الإساءة. أنت قلت أن السلطة أو الحكومة تتحالف مع التجار وراح تضيع البلد وراح آل صباح وأسرة الحكم راح يصير مصيرهم نفس مصير حسني مبارك. الحين أنت قاعد تقول العم جاسم الخرافي قبل كم شهر، والحين تطعن في التجار، وأيضا أنت ما رفضت أنك تسمي اللي قلته إساءة، وقبل ست شهور تقول أرفض الإساءة تحت قبة البرلمان. نبي نشوف الفيديو الثاني. احنا قاعد نغلي في نار دار مدارنا واحنا لاهين في مشاكل بسيطة المفروض ما نختلف عليها، المفروض الخلاف يكون ديمقراطي بالتصويت وننتهي، مكبرينها اكبر من حجمها لولا هالتعنت الغير مقبول من اطراف معينة. انا اقول اذا شبت نار في بيتكم دار مدارك لا تتهاوش مع اخوك هذه الغرفة حقي ولا حقك، روح اطفوا النار لا يحترق البيت بغرفته وغرفتك مع بعض. هذا اللي قاعد يصير عندنا، قاعد نتهاوش على قضية والنار دار مدارنا. يعني يقول دار مدارنا نار والمناطق اللي حوالينا تغلي وما له داعي، يعني هو يتهم أطراف طبعا في المعارضة. زين الحين شو نقول لتصريحك يا علي الراشد لما تقول أسرة الحكم أو ذرية مبارك مصيرها مصير حسني مبارك؟ أنت قبل ست شهور كنت غير واليوم غير، نبي نعرف بالضبط شو اللي تغير عندك. الناس تسأل التغيير ليش اتجاه الريح تغير معاك، ما هي الأسباب؟ بتنتقد بتقدم استجواب حر فيما تقول، لكن أنك تثير الفوضى وتضع الشعب الكويتي في مواجهة هذا اللي نفهمه، في مواجهة الأسرة أسرة الحكم، أنت يعني عفوا لا احترمت الدستور ولا احترمت أيضا مكانتك وكلامك السابق في مجلس الأمة. في فيديو ثالث أيضا نبي نشوفه. مو لن نسمح لك، لا معصي عليك، إحنا لن نسمح لك تقول هالكلام. لا عاش الأمير قصب عليك، عاش الأمير لأنه هو رمز للكويت، عاش الأمير لأنه هو ولي الأمر، عاش الأمير لأن الدستور يقول كذي وأقسمنا عليه إذا كنتوا تحترمون القسم. لذلك هذا الشعب الكويتي قال كلمته لما طلع، ما طلع عشان شرقيات، شرقيات بالسطح بالبيت نقدر نشوفها، الكويت هالكبرها. أقسمت على الدستور، نعم يا علي الراشد أقسمت على الدستور، أقسمت على الدستور في مرحلة غير، والمرحلة هذه أيضا مرحلة غير. يعني أنا أستغرب حقيقة، يعني إحنا نرصد ونشوف المواقف على الهواء وبالفيديو مواقف سابقة، لن ترفض أن غيرك يطلق أو يسأل أو يعبر عن رأيه باتجاه معين وتحرم على غيرك ما تحلله على نفسك وتقول أنا ما أخطأت. أنا في تصريح لك في 2007 13/1/2007 قلت بالحرف الواحد أتفق مع الخرافي وصوتي للسعدون، وبعدها بكم شهر قلت أن السعدون بيحرق الكويت. يعني هذا أيضا من المواقف اللي كانت مغايرة لك من معسكر إلى معسكر. أيضا اتهمت زملائك النواب الراشد استجوابات ناصر المحمد طائفية تشوه صورة الكويت وتحمل رسالة بأن ولاءه لدولة أخرى وهذا أمر لا يصدقه عقل. احنا أيضا نسأل عن أي تعاون تتكلم، وقلت أيضا في تصريح سابق أن عن أي تعاون يتكلمون عنه، ومن أول يوم أقسمت الحكومة أعلنوا تقديم استجوابات. أنت ما تبي تقدم استجواب، أنت يعني تبي تقيم ثورة يعني أو تدعو إلى ثورة. أيضا في تصريح قديم
او يعني تصريح لفت نظري في 8/2/2012 المجلس المبطل الاول، قلت انا مع الحكومه وساظل معها وليس عيبا ان اقف مع هذه الحكومه لانها ليست حكومه اسرائيل، وانسحبت واعلنت انسحابك من الترشح للرئاسه لصالح محمد الصقر. طبعا محمد الصقر والتحالف الوطني ومحسوب على غرفه التجاره وصناعه الكويت، فانت ايضا اتهمت الحكومة أنها تتحالف السلطة. انسحابك عن الصقر شو مفسره في المجلس المبطل الأول؟ هل هو تحالف مع السلطة أم ماذا؟ في اتصال، إذا جاهز اتصال.